سلوا على النظام في قصة صعيد، يعني اهتمام من الدولة المصرية بمصابين غزة وفلسطينيين، يعني استعدادات محافظة بورسعيد عايزين نعرفها خلال زيارتك النهاردة، الحديث والحوار الأبوي اللي حصل ما بينك وما بين المصابين. النهاردة يعني كنا بندور اخواتنا المصابين في خان يونس والفلسطينيين، والنهاردة محافظة التحسين شايفين إجراءات الدولة المصرية من أول الأزمة حتى الآن. جوده الثمانيه الدول المصريه النهارده المحصل مع محافظه بورسعيد استقبلت امبارح سبع حالات في مستشفى القمح تبع هيئه الرعايه الصحيه، شايفين الاستعدادات العظيمه للدوله المصريه عملتها، وشايفين استعدادات عمليه وزاره الصحه واستعدادات تعمليه هيئه الرعايه الصحيه، شايفين ان اخواتنا المصابين كانوا مسلمين هنا في بورسعيد الاجراءات الطبيه كلها اتعملت على قبل النهارده، شايفين يعني الحاله النفسيه كده حد ما احسن بكتير مش عارف اقول، وفي عمليات الحمد لله تم ادائها بنجاح، هم اجزاء دلوقتي قاعدين في قدم شكر وتحيه لاطفال فلسطين، قدم شكر وتحيه للصحه والمصرية والدوله المصريه.